اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا بيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله امي النهارده مختلفه شويه، لها طعم تاني، لها مذاق تاني. في العائله وفي الاسره بنتسابق في عمايلها. ايه يا مغازي؟ مكرونه بالبشاميل، وما زلنا بنتسال عليها على السوشيال ميديا. مكرونه البشاميل بتنشف مني، مكرونه البشاميل الجبنه بتجلد على وش المكرونه، المكرونه البشاميل لما بتبقى زي بتاعه المطاعم ماسكه نفسها كده خرطه خرطه في قلب الطبق، المكرونه البشاميل المكرونه جوه معجنه مش مستويه، وهكذا من الامثله. تعالوا شوفوا نعملها النهارده ازاي بطعم تاني ومذاق تاني، وما زلنا نتطور فيها في المكرونه البشاميل ونعملها بشكل جديد وطعم جديد. سلطة النهاردة بتاعتي برضو سلطة شوية مختلفة غير السلطات اللي متعودين عليها، سلطة الفاصوليا الخضراء بالطماطم. لازم السفرة بتاعتك يبقى فيها عملية توازن بالقيمة الغذائية والماتيريال والمكونات بتاعتها. ممكن مكونات بسيطة بس في عناصر غذائية بيحتاجها الجسم وأفراد الأسرة، الصغير والكبير، الأطفال وكبار السن. لازم نهتم من الناحية دي تماما علشان نستفيد بالأكل اللي احنا بناكله. الحلو بتاعنا النهاردة من نعم ربنا علينا في أرضنا الطيبة، اليستفد والبرتقال، طعم ومذاق تاني خالص. خلينا نعمله النهاردة مافن، مافن البرتقال بالليمون ويستفند يا ابن عم البرتقال، زي ما قال طبعا الأستاذ فؤاد المهندس رحمة الله عليه. هنشوف ازاي نعمل مافن بالبرتقال والليمون، يعني فيتامين سي. قيمة غذائية عالية جدا النهاردة، حلقة مميزة قيمتها الغذائية تسبق قيمتها المالية بعناصرها الغذائية ومكوناتها اللي بتناسب الصغيرين والكبار. خلونا نخش في طبق الفاصوليا بتاعتنا، سلطة الفاصوليا، عشان نكسب وقت في البرنامج بتاعنا. الفاصوليا تستوي، علشان أحافظ على خضار الفاصوليا باللون الأخضر الجميل وتخضر كمال، لازم نحط ملح على المية المغلية لسلق الخضار وخاصة الفاصوليا الخضراء. المقادير على الشاشة: فاصوليا، طماطم، فاصوليا خضراء وطماطم، بصل متقطع جوليان او شرايح، فصين من الثوم ناعمين، عصير ليمون، زيت زيتون، دبس رمان اختياري، معانا طماطم بنقطعها شرايح زي الفل. وهنتبل الطماطم في البدايه خالص قبل الفاصوليا. الميه بتغلى على النار، بنحط فيها شويه ملح. يبقى قاعده سلق الخضروات زي البروكلي زي الفاصوليا الخضراء باستخدامنا له في خضار سوتيه مع المشويات او مع الفراخ، لازم نحط شوية ملح على المية وهي بتغلي. ايه فايدة الملح هنا يا مغازي؟ هيخلي لك الفاصوليا الخضراء دي خضار ناضج زي ده كده. بص على الفاصوليا وهي نازلة. زي ما بنحط الكابوريا كده في مية مغلية بتاخد اللون الفسفوري. شفت الفاصوليا؟ هتخضر معاكي على طول. ربنا يخضر ايامنا ان شاء الله. ايه الحلاوة دي؟ ايه الجمال ده؟ ونسيبها في المية كده تاخد غلوة. واتنين، الفاصوليا عندنا طازة وزي الفل. طبعا لازم تقمعيها الأول، تشيل الخيط اللي هو في الجناب ده اللي هو ممكن يبوظ سناننا ويعمل لنا مشاكل. تعالوا شوفوا سلطة الفاصوليا تتعمل ازاي على المافن ما يبرد شوية عشان نغرفه مع بعض. حلو أوي. فاصوليا خضراء بتتسلق، بنحط مية بتلج، بناخد يا عم الشيف الفاصوليا اللي اتسلقت دي، اللهم صل على النبي، بنحطها في الماء المثلج. شفت بقى الجو ده كده؟ سخنه. هناكلها سخنه؟ لا، هناكلها برد. سلطه نوع من انواع المقبلات. هو ده الكلام. الماء المثلج تبريد سريع مفاجئ رقم واحد، رقم اتنين بيساعد على حفاظ لون الخضار بتاعك، ما يخلوش يتعرض للايه؟ للهواء. يا دلعك، بس سيبيها شويه على ما تجهزي الخلطه بتاعت السلطه زي الفل، ونشيل ده من النار. ايه خلطه التتبيله دي يا عم الشيف؟ مع بعض حاجات بسيطه كده وسهله، كل ما تحطي حاجه على حاجه بيبقى الطعم حلو. يرفع ده كله من النار وتقفلي الكهرباء عشان فاتورة الكهرباء ما تجيش غالية وعالي على الفاضي وتبقي بتستهلكي كهرباء على الفاضي. في حنفية بتنزل مية اقفليها، بوتاجاز مولع على الفاضي اقفليه، غاز مولع على الفاضي اقفليه. الحاجات دي كلها بتحصل في بيوتنا وبيحصل في بيتي وبيحصل في كل البيوت. تعالوا مع بعض نتبل السلطة دي سريعا مع بعض. وبقى انت مش قصدك حاجة، يعني بيبقى الموضوع مش انت قصدك تبذير،
نسيان، مشغولة، الحاجات دي كلها. طيب أعمل السلطة دي إزاي؟ بصلاية ناعمة، حلو، فص توم ناعم، الله عليك، شوية بقدونس ناعمين، جزرة مبشورة لطيفة كده حلوة بتدي لون فسفوري في قلب السلطة. عندنا طماطم، والطماطم اختياري زي ما قلت لحضراتكم، بس أنا حابب أحط طماطم علشان تبقى السفرة بتاعتي فيها كل العناصر الغذائية. طماطمية جامدة زي دي كده، ولكن طريقة تقطيع الطماطم للمغازل مختلفة. اللهم صل على النبي، أهو نشيل دي كده مش عايزها. نفس القصة هنا، أعلمك إزاي تقطعي الطماطم من غير ما تنزلي المية بتاعتها على البلانشة، بس خلي بالك دول ترفعهم من الطماطم وتشيلهم بره خالص كده عشان يبقى شكلنا وحش لما نلاقيهم في قلب السلطة. الطماطم تقطع بالشكل ده كده، نفس القصة أهو تحت إيدك أهو، وتحافظي على السوائل بتاعتها. ووقف حياتك تقطعي الطماطماية من على القشرة، السكينة هتبرد معاكي، إيدك هتتألم، هتنزلي الميه بتاعت الطماطميه كلها على البلانشه. اه زي ما انا شغال كده، اه سكينه ماشيه في الطماطميه زي سكينه في الحلاوه. اه حلو قوي. ننزل بالطماطم دي هنا كده، يا دلعك يا عم الشيف، ونشيل بلانشه بالسكينه من هنا مش عايزه، ونحط زيت الزيتون وعصير الليمون. اللهم صل على النبي. دي تتبيله السلطه، ده عصير الليمون. السلطة دي سلطة شتوية برضو، قيمتها الغذائية عالية جدا. بحط شوية كمون على السلطة دي عشان الفاصوليا برضو لها بعض المشاكل مع الكولون. ده زيت زيتون، وامسك الخليط ده اقلبه كويس الاول قبل ما احط الفاصوليا. خلي بالك ده يتقلب كويس قوي قوي الاول، اه كأنك بتعملي فتوش. اه هي الخلطة هنا السر في التتبيلة دي. اه جزر مبشور، طماطم، زيت زيتون، ثوم، عصير ليمون، شويه كمون، شويه ملح. انا حاطط ملح على الفاصوليا بتتسلق. شفت ازاي بقى النسيان؟ شفت التركيز؟ خلي بالك انا حاطط ايه، ملح على الفاصوليا وهي بتتسلق. ما ينفعش احط ملح هنا بقى، خلاص كده كده الطماطم فيها شويه ملوحه، خلي بالك. اه حلو الكلام. ننزل بالفاصوليا بتاعتنا، نشيل التلج دي من هنا، وفاصوليا بنروح عند الراجل الفكهان وبتاع الخضار بنعدي عليها ما بنعبرهاش، يا اما ناخدها نحطها في الطماطم ونزنقها مع طماطم ولحمه في قلب الحله وخلاص عملناها سلطه اهي زي الفل. تتاكل يوم واثنين وثلاثه بارده. نقلبها بايدينا عشان تتبل كويس زي الفل. وعلمتك تعملي سلطه الفاصوليا، رحت لبنان، رحت سوريا، رحت كل الدول بتلاقي سلطه الفاصوليا دي تتصدر طبق المقبلات دايما في الفاست فود، بيتزا، مقليات، اي حاجه سلطه فاصوليا. ولكن مش زي دي طبعا، مختلفه تانيه، بتتسلق ويحط لك عليها شويه ليمون كده وخلص الكلام، وزيت زيتون. اه زي الفل. طبق التقديم يا عم الشيف بايدك الحلوه دي، عايزين نشوف طبق حلو. اه الله، اللهم صل على النبي. طبق مش محتاج جرنش. اه بسم الله الرحمن الرحيم، حكاية حكاية ويسجلها التاريخ. شفت سلطة الفاصوليا؟ تاكل الطماطم ولا الفاصوليا، وكل ما تقعد في التلاجة يا أختي يا أمي يا خالتي يا عمتي يا كل اللي بيتابعوني، كل ما تحلو. عينيا هرم، اه هرم من الخبرة الطهوية وهرم من القيمة الغذائية. العب يا سمك. اه حلو قوي، التفاصيل صغيره والمعنى كبير والطعم جديد. حلو قوي، بس خلاص روق الدنيا عشان نطلع بالمكرونه بتاعتنا. مطبخنا النهارده فيه شويه بساطه وسهوله ومرونه، وزي دايما ما بقول تفاصيل صغيره ولكن المعنى كبير والطعم جديد. الكلام ده بنشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه. منين يا مغازي؟ من ماس بيرو.